بالقرب من فتح باب الترشح للانتخابات النيابية، الاستحقاق الثالث والأخير في خريطة الطريق، فأننا نحاول هذه الليلة أن نستجلي الصورة شبه النهائية للقوائم الانتخابية المتنافسة. وبيشرفني أن يكون معي في هذا الحوار، ولعلها المرة الأولى لحوار على مثل هذا المستوى بين قيادات القوائم الانتخابية الرئيسية، بيشرفني وجود الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، المنسق السابق ورئيس لجنة الصياغة في الدستور المصري، لكنه هو معنا اليوم بصفته مؤسس أو رأس قائمة صحوة مصر، وهي قائمة اسمها الآخر قائمة الاتحاد المدني الديمقراطي، وهي بتشمل أحزاب مهمة ورئيسية بس التيار الديمقراطي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و 25 30 وجماعات أخرى شبابية، فهو يمثل قوة واثقة. وبشرفني وجود الدكتور اللواء الدكتور سامح سيف اليزن، القيادي البارز في القائمة الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجزور، وهي قائمة لها قوة ولها ثقل ومؤثرة ومرشحة أن تحصد شيئا وتضم أحزاب مهمة من بينها حزب المصريين الأحرار وأحزاب أخرى، لكن في الحالتين المحاصصة الحزبية ليست هي الأساس، الأساس هو البرنامج، الأساس هو الأسماء التي سوف تتقدم بها للرأي العام. والحقيقة الكلام ده بعد ما نستوضح اليوم الصورة شبه النهائية أظن هنحتاج بعد كده نتناقش أكتر في البرامج وفي الفرص. أنا بس النهاردة قبل ما تنتقل، بس أنا لا قيادي ولا بارز، أنا نعم أنت تمثل هذه القوة وأحد القيادات البارزة بلا شك. معنا المخرج الكبير خالد يوسف، أحد الوجوه الأساسية في ثورتي يناير ويونيو، لكن بالإضافة لصفته كمخرج كبير وهو مرشح مهم على هو مش لن يكون مرشحا كما فهمت على قائمة صحوة مصر، لكنه يدعمها. وبشرفنا الدكتور عمرو الشبكي القيادي البارز برضو، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لكن اليوم هو أمين في الحوار هذه الليلة، يمثل قائمة أخرى مهمة لحزب الوفد العريق، واحد من أقدم وأهم الأحزاب المصرية، قائمة تحالف الوفد وفي قائمة تحالف الوفد المصري، وفي أحزاب كثيرة ومهمة وفي شخصيات عامة. إذن لما بنتكلم النهاردة في هذا اللقاء نتكلم عن أهم ثلاثة قوائم سوف تتنافس في البرلمان الجديد، لكن الانتخابات ليست فقط قوائم، الانتخابات أيضا نسبة كبيرة 420 مقعد فردي، فسوف نتناقش مدى تأثير الفردي على القوائم ومدى تأثير القوائم على الفردي. اللي هيحاول يفصل قوي أظن هيبقى الفصل تعسفي، ثم ننظر مع طبعا خبراء وأساتذة في السياسة قبل أن يكونوا رموز للقوائم، ننظر في التحديات الوطنية الماثلة أمام وبعد الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق. بعد الفاصل نبدأ الحوار. مرحبا بكم من جديد. الدكتور عبد الجليل مصطفى، مباشرة وفي الموضوع، إلى أين وصلت بالضبط في هذه اللحظة المشاورات مع قائمة حزب الوفد المصري لبناء قائمة مشتركة؟ هل هناك احتمال أن تكون هناك قائمة مشتركة تجمع ما بين صحوة مصر التي تترأسها وما بين قائمة حزب الوفد الجديد، أم أن الوقت قد فات و كل طرف سوف يحتكم الى الرأي العام مباشرة بقائمته المستقلة؟ يعني الحقيقة الاتصالات بين الوفد ومجموعة الأحزاب المتآلفة معه ليست جديدة، وإنما هي بقى لها عدة أسابيع
وصديقي الأستاذ الدكتور عمرو الشوبكي كان يعني واسطة مهمة في هذه الحوارات. وإحنا في الحقيقة دائما بنرحب بكل هذه المحاولات التي تهدف إلى جمع الصف في مصر على أي مستوى، لأن أنا ممن يعتقدون أن مصر على مدى سنوات عديدة فقدت الكثير يعني من الفرص لوجود أشكال مختلفة من الانشقاقات والاختلافات، خصوصا في السنين التي تلت يناير 2011. ومن هنا طبعا دائما يعني نرحب بمثل هذه المحاولات ونبذل فيها الجهد الواجب بكل جدية. وإحنا في قائمة صحوة مصر بنبني هذه المنظومة على أساس معايير ثابتة وموضوعية تستهدف يعني انتخاب أكفأ 120 شخص في مصر يستطيعوا أن يشكلوا القائمة المطلقة لتكون سندا للبرلمان القادم في تحمل تبعاته الجسيمة. والمحددات عندنا بسيطة، اللي هي الكفاءة والاستقامة السياسية والتخصص والإيمان بثورة يناير وثورة يونيو وخارطة المستقبل اللي قطعنا فيها تلتين وفاضل التلت الأخير بالغ الأهمية اللي هي الانتخابات البرلمانية. حوارنا واتصالاتنا مع الوفد ومن مثلوا في هذه الاتصالات كانت دائما تقوم على هذه الأرضية، وأنا أعتقد أن هذه الأرضية أرضية عادلة ويعني متوازنة، ويعني في الوفاء بهذه الالتزامات فليتنافس المتنافسون عشان نوصل إلى هذه الوحدة المنشودة. نعم، الدكتور عمرو الشوبكي كأمين عام لتحالف الوفد المصري، هل هناك فرصة للتوافق في ربع ساعة الأخيرة ما بين صحوة مصر والوفد، أم أن الوقت قد فات؟ توقعاتك كباحث كمان يعني. يعني احنا متعودين بنعمل حاجات كتيرة في الربع ساعة الأخيرة، فأنا يعني ده جزء متعودين عليه في مصر. وأنا شخصيا عندي تقدير كبير للجهد اللي بذله الدكتور عبد الجليل، والقيم والمعايير، أنا بحط كمان مسألة القيم مش بس المعايير، اللي حكمت اختيار القائمة. وبالتالي أنا بتصور أنه من الأهمية من الناحية السياسية أنه يبقى في توافق بين القائمتين. يعني مهم أنه يبقى في معايير نتفق عليها، ومهم كمان أنه يبقى في توافق سياسي، لأنه ده حتى بالنسبة لكل القوائم في مصر انه في تأكيد داخل تحالف الوفد المصري انها مش هتبقى قائمة حزبية، يعني انه الاساس هو معيار الكفاءة والجدارة وفكرة الشعبية وغيرها من المعايير الموضوعية اللي ممكن تنسحب على شخصيات عامة او شخصيات مستقلة. فاذا كان الكل تقريبا بيقول هذا الكلام، وده اعتقد ده نفس مضمون الكلام اللي ذكره الدكتور عبد الجليل، وبالتالي انا بشوف انه طالما من حيث المبدأ محدش بيقول أنا عامل قائمة حزبية للأحزاب بتاعتي فقط، يبقى طالما المعايير اللي احنا قلنا ان احنا هننطلق منها واحدة او قريبة، يبقى لابد ان هو يتبذل جهد كبير لحل اي مشكلات إجرائية يعني تعوق فرص انه يبقى في قائمة مدنية ديمقراطية واحدة في مصر. انا لازال شخصيا عندي امل انه في فرصه حقيقيه انه يبقى في قائمه واحده. نعم، الدكتور عبد الجليل مره اخرى، هل بذلت اي جهود مماثله مع القائمه الوطنيه للدكتور الجنزوري؟ في الحقيقه لا. نعم. ربما لانه يعني انا اولا احب ان اؤكد تقديري التام
واحترامي للدكتور الجنزوري، ولكن الذي يتضح لي من وجهة نظري ان احنا الارضية التي نقف عليها في قائمة صحوة مصر هي التوجه للمستقبل بكليتنا، بمعنى انه لابد ان يعني ننأى بعيدا عن الماضي بنظامه وسياساته وشخوصه حتى يكون توجهنا للمستقبل توجها حقيقيا صادقا. أنا أعتقد أن النظام القائم وعلى رأسه الرئيس المنتخب السيد عبد الفتاح السيسي يعني يؤمن ويعبر عن هذا التوجه، دائما يعبر عن أن إحنا لابد أن نتجه للمستقبل ويعني نضرب صفحا عما مضى. ومن ثم أنا أشعر أن هناك نوع من يعني التباين في الأرضية التي نقف عليها بالنظر إلى الأرضيات الأخرى. اللواء سمح، إلى أي حد تعتقد أن هناك تباينات بين سياسية أو فكرية وليست شخصية بطبيعة الحال ما بين القوى المتنافسة، القائمة التي تصدرها الدكتور الجنزوري وقائمة صحوة مصر وقائمة الوفد المصري؟ لماذا نجحت القائمة الوطنية في جذب أحزاب مهمة زي المصريين الأحرار بينما لم تكن هناك حوارات لها صفة الجدية للتفاهم مع مكونات أخرى مهمة في المجتمع؟ طيب. إيه هي الصورة الأخيرة للقائمة الوطنية؟ عن ماذا تعبر بالضبط؟ طيب أنا بس عايز أقول موضوع التباين، يعني هو الدكتور كمال أولا ليس من ضمن هذه القائمة ولن يترشح، لا فردي ولا قوائم، وهي دي رغبته الشخصية. وهذا العمل اللي قام به عمل حاول أن يقوم به من أكثر من 9 شهور مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، ودعاهم على مكتبه وهم سمعين وعارفين وشايفين، وأغلبهم يمكن الأحزاب الكبيرة والفاعلة فعلا يمكن كلهم مش أغلبهم راحوا عنده وقال لهم يا جماعة لازم تجهزوا نفسكم للانتخابات النيابية القادمة، انتخابات النيابية القادمة مهمة، التكتلات مطلوبة لعمل قوائم جيدة. لما حصل ما حصل وأن هناك العديد من المحاولات لم تتم نتيجة سبب أو آخر، هو وجد أنه لابد من الدخول في قائمة عشان نبتدي نقول أن فعلا في، لأن الدستور الحالي بينص على وجود قائمة، فلابد يبقى في قائمة موجودة علشان يبقى في قوائم أخرى معه. وهو مقتنع وأنا شخصيا مقتنع تماما وأكررها تاني وثالث ورابع أنه لابد من تعدد القوائم في الانتخابات. ما يصحش حتى تكون هناك منافسة، هي الديمقراطية على الأقل. ما ينفعش الناخب يخش يلاقي قائمة واحدة أو اثنين. نعم. احنا عايزين قوائم متعددة بحيث بالفعل يبقى في مراجعة للناخب لهذه القوائم ويضع رغبته بناء على الوجبة الموجودة أمامه، ويجب أن تكون وجبة دسمة، يعني قوائم حقيقية تعبر عن رأي الشعب المصري. هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب، ودي وجهة النظر بتاعتي الشخصية وأنا مقتنع بها والآخرين. فكرة أن يعني ما يقال في الجرائد أن هناك فلول وأن هناك النظام السابق، من أين أتوا بالمعلومة إذا كانت الأسماء لم تعلن؟ يعني هناك أولا 80% من 1000 جرائد مش صحيح. نعم. الأسماء اللي كتبت في تكتب عليها أغلبها، لا أنا أقول لحضرتك هو أغلب هذه الأسماء غير صحيحة. نعم. أما إجابة على سؤال حضرتك، هل تم النقاش مع الأحزاب اللي موجودة في خلال فترة عمل القائمة؟ يعني خليني أقول لحضرتك برضو بدون أن أزيع سرا، جميع الأحزاب تقريبا تم الكلام معها تقريبا. نعم. وهم سمعين وشايفين، والقوى السياسية المختلفة أيضا تم التحدث معها. فإذا ما كانش فيه، أظن ما عدا التيار الديمقراطي، أحزاب التيار الديمقراطي أظن ما تمش معها حوار، بعض منها كان فيه، بعض منها. نعم. وبقول لحضرتك أثناء المناقشات لعمل هذه القائمة تم التلاحم والتخاطب والتحدث والمقابلة مع معظم الناس بأمانة شديدة. نعم. ودون إذاعة أسرار. لكن الفكرة كلها
ان كان بعض الناس اللي بتيجي بيبقى لها طلبات محدده بشكل محدد وبشكل ساعات بيبقى معجز، وبالتالي يمكن لم يتم الاستجابه لبعضها وتم الاستجابه لبعضها. فيعني لن تفاجأ اذا بعد اعلان القائمه انك هتجد شخصيات من احزاب مختلفه غير اللي احنا بنتكلم عليها موجودين فيها. اين بالضبط لو سمحت لي عاوز استفسر عن موقع حزبين في القائمه الوطنيه، الجبهه المصري والمصير الاحرار، ايه موضوعهم وايه حجمهم وايه وفي الفردي وفي القائمه فين بالضبط؟ المصريه الاحرار اعلنت بنفسها بوضوح شديد ان هي داخله ضمن قائمه القائمه الوطنيه المصريه او يعني ما يطلق عليها الاسم حاليا. نعم. اذا هم قالوا كده هذا الكلام وانا اعتقد ان هم موجودين بالفعل. والجبهه المصريه؟ بعض منها موجود منها. بعض اسماء. بعض منها. نعم. كان في كلام على ان في اسماء وعدت واستبعدت، هل الكلام ده صحيح ولا مبكر؟ لا مبكر حاليا، يعني خلينا ننتظر اعلان القائمه. نعم. الفنان الكبير خالد يوسف، انت بروح الفنان وبروح الثوري، لان الحقيقه الفنان عندك يعني اكبر من السياسي يعني. فإلى اي حد انت تخشى في البرلمان القادم في الاستحقاق الثالث والاخير من خريطه المستقبل، الى اي حد تخشى ممن يسمون فلول الحزب الوطني، او ان هم يكون لهم حصه كبيره، او من تسرب عناصر محسوبه على الاخوان المسلمين؟ توقعاتك هتمشي الامور ازاي في الحصاد الاخير؟ انا بتصور انه ما عنديش اي نوع من الخشيه، بل عندي ثقه تقترب من اليقين ان النسبه اللي ممكن تنجح في ما يسمى عليهم فلول الحزب الوطني او يعني من ينتموا للماضي يعني تبقى قليله جدا وهتبقى نادره جدا وهتبقى حصلت لاسباب طارئه واسباب استثنائيه، ان الناس حشرت ما بين اختيارين مثلا ما بين السيء والأسوأ، ولم يتقدم احد يعني يعبر عن المستقبل زي ما قال الدكتور عبد الجليل. انا بعتقد ان الشعب المصري حد يعني وضع خطا فاصلا بينه وبين ما سبق بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. وانا بتصور انه الناس مش عايزة تتعلم حقيقة التاريخ. الثورات لما بتيجي بتحط خط، بتقول الناس اللي جربت قبل كده مش شرط يا سيدي فاسدة ولا نهبت مال عام ولا زورت ارادة الشعب ولا عملت اي حاجة، مجرد انها الشعب صار عليها فهي فشلت في مهمتها والشعب قال لها شكرا، فعليها انها تقعد على جنب عشان تخلي فيه ناس تانية واجيال اخرى تقود هذه البلاد في محاولة اخرى لاصلاح ما افسدوه. انا مش يعني مندهش من الناس اللي كانوا رموز الفترة السابقة اللي صار عليهم الشعب وقال لهم خلاص شكرا احنا اكتفينا منكم، ومصرين يجدوا موضع قدم في النظام القادم. يعني انا مندهش يعني كل واحد طبعا حر يقدم والشعب في الاخر هو اللي هيقول اه ولا، بس انا مندهش من العقليه. يعني انت عبر 30 سنه كنت احد رموز هذا النظام اللي صار عليه الشعب، اي جرأة بتيجي تقول لي انا عايز كمان اشارك في النظام اللي جاي 30 سنه ليه؟ عشان ايه؟ عشان انت عملت لي انجاز ايه كشعب؟ عشان انت حسنت ظروفي في ايه؟ عشان انت ساهمت في اسراء البلد دي في ايه؟ فعليك ان انت تقعد على جنب، ما حتى لو كنت راجل محترم ويعني لم تشارك في فساد وافساد وغيره، بس انت خلاص كنت ضمن منظومه صار عليها الشعب، عليك ان تجلس وتنتظر بقى كده لجيل اخر وشخوص اخرى ورموز اخرى يقود الوطن دي في سكه ثانيه. فعشان كده بس انا هكمل لك ان انا مش شايف، وانا بقول الكلام ده وهو محسوب عليا هو وزعوه بعد نتائج الانتخابات اللي بيخوفوا الناس، اللي بيخوفوا حتى النظام من فلول الحزب الوطني وبقايا الاخوان المتخفيين ما اعرفش ايه، ليس هناك اي فرصه لهؤلاء. الشعب المصري كتب شهادته خلاص بثوره 25 يناير 30 يونيو ومش هينتخب حد منهم، وانا براهن وبقول كلام هو هيجي بعد 3 4 شهور النتائج، فالناس تقول على الراجل ده يا ما بيفهمش يا تقول الراجل ده بيفهم، وبالتالي انا داخل تحدي هوت بقول لحضرتك عليه. لا تفهم يعني وكلنا متفقين في كده يعني، لان الحزب الوطني كان بيخسر الانتخابات وهو في السلطه
وفي دولة بوليسية وهو يزور الانتخابات كان بيخسر. طيب يجيب 35% لا 30% و 32% 32% 32% جايبهم وهو معاه النظام والسلطة ومش عارف ايه ومأمرة ايه بقى هي انتوا بتخوفونا منه دلوقتي وهو لا معاه السلطة ولا معاه الثروة ويروجوا للناس وهو ده بقى اخطر حاجة في الحكاية ان الرئيس السيسي معهم وهذا كذب وافتراء على الرجل ودايما بيروجوا ان النظام معاهم مش صحيح مش صحيح الرئيس السيسي ينتمي لثورة 25 يناير و30 يونيو ما ينتميش للنظام السابق ما يعني نعم. طب هنا سؤال اضافي هل المشكلة في الاشخاص يعني يطلع احمد عز الحقيقة يعني ولا المشكلة في السياسات هل هم بيصارعوا لعودة وجوه الماضي ولا لإعادة إنتاج السياسات الماضي الاثنين نعم. هم بيستميتوا عشان يرجعوا مرة أخرى بما أن الشعب المصري ده جرب نظاما أكثر إجراما من نظام الحزب الوطني فعليكم الآن أن ترضوا بقى بنظامنا زي ما كان ونرجع زي ما كنا والشتيمة اللي احنا اتشتمناها ولا الثورة اللي اتعملت علينا مفروض انتوا تعتذرون عليها ونبيض وشنا مرة اخرى ونغسل سمعتنا مرة اخرى ونعود الى المشهد ثم هم طبعا عايزين نفس السياسات لان هي كانت مصالحهم مرتبطة بهذه السياسات اللي هي اغنت الغني وافكرت الفقير وخلت مصر ده يعني بلد تابعة من بلاد اللي تابعة للسياسة الامريكية الى اخر كل المناحي اللي احنا بنتكلم عنها في سياسة الحزب الوطني وسياسة النظام السابق نعم الدكتور عمرو شبكي اسالك هنا كباحث يعني في العلوم السياسيه تقدر تقول لي بالضبط ما هي نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق بين القوائم المختلفه وبعدين اسال حضرتك بعده على طول سؤال مباشر هل تعتقد ان في مبالغه يعني بنرجع للسؤال اللي قلته في مبالغة هل هي مقصودة ولا خوف من أكثر من اللازم من فلول الوطني ومن تسرب الإخوان هل دي تعبير عن عدم ثقة المجتمع في نفسه وعدم شعور القوى السياسية أنها قادرة وأنها مرتبطة بالشارع في مبالغة يعني في بالتأكيد في مبالغة وبالتأكيد أنا في رأيي أنه ده يعني الحديث عن موضوع الفلول ده تعبير يعني واسع عام ويمكن أنا كان بيننا حوارات حوالين المسألة دي مع الأستاذ خالد أكتر من مرة ويمكن هو عارف رأيي وكتبته وقلته أنه أنا لابد أن أنا أميز بين ما يمكن تسميته في أي مجتمع من المجتمعات بالقوى التقليدية أو القوى المحافظة جزء كبير من هذه القوة اعتاد انه يعمل مع حزب الدولة من ايام الاتحاد الاشتراكي ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني ودول بمئات الالاف من الناس ولا يمكن استبعادهم الا لو انا بعمل تجربة اكتساس البعث اللي كانت احد كوارث العراق انا بستهدف رموز الفساد انا بستهدف من تورطوا في جرائم فساد وافساد بستهدفهم مش بقول بس انا مختلف معهم دول لابد من مواجهتهم وفتحهم وانهم ما يبقوش جزء من المستقبل زي ما هم افسدوا الماضي لكن المجتمع بالتأكيد في العمد وفي المشايخ وفي العائلات وفي قوة تقليدية المجتمع التقليدي مجتمع ده وجه من المجتمع المصري يعني أكيد إحنا بنمثل الوجه التقدمي لهذا المجتمع ونتمنى في خلال 10-20 سنة مع تجارب التحديث والتغيير دي حاجات ما بتجيش بقرار من رئيس الجمهورية ولا رئيس وزارة يقول لك نلغي القوى التقليدية من المجتمع فدي مساحة هتفضل معانا ولابد إن إحنا نقبل إنه في قوى تقليدية في داخل المجتمع المصري زينا زي أي مجتمع ولما هنبقى بلد ديمقراطية مستقرة زي الديمقراطيات المستقرة برا يطلق عليها اليمين المحافظ أو اليمين التقليدي دول تاريخيا كانوا برا أي ثورات يعني إن الثورات بتحصل هم يعني إحنا يمكن أحيانا كنا بنستخدم حزب تعبير حزب الكنبة اللي نجح 25 يناير إنه الكتلة دي أيدتها سواء بالنزول في الشارع أو بالدعاء والصلاة ليها في البيت فده جزء من نسيج المجتمع ايضا مسألة تانية مهمة انه في رموز فساد طبعا وفي اسماء هي مسؤولة عن الكوارث اللي حصلت في مصر في 30 سنة الاخيرة
وفي أسامي أخرى كانت أنا بعتبرها كانت جزء من الدولة أكتر منها جزء من النظام السياسي، حتى لو خدت مواقع قيادية. أنا بعتبر الدكتور كمال الجنزوري رجل دولة، بعتبر عمرو موسى اللي ثلاثة من الحوار ده اشتغلوا معاه في لجنة الخمسين هو أقرب لتركيبة رجل الدولة حتى لو كان وزير خارجية في عهد مبارك. إنما اللي زور انتخابات 2010 اللي احتكر المال واحتكر السياسة، اللي مسؤول عن حالة التجريف اللي حصلت في البلد، دي نماذج أخرى. والنماذج دي أنا في رأيي هي اللي مصدر الخطر، وهي اللي بتحاول ترجع، واللي هي بتقعد مع نواب سابقين، واللي هي عايزة تشتري أصوات وإرادة الناس. ودول في الحقيقة اللي التحدي الحقيقي ومعركتنا الأساسية معهم. نعم الدكتور عبد الجليل بوصفة، طالما الدكتور عمرو أشار إلى لجنة الخمسين، واضح أن الاثنين بس في الجلسة دي اللي ما كناش فيها أنا وسيادة اللواء، وكلنا مقدرين دور السيد عمرو موسى في إدارته لجنة الخمسين، والمنتج كان الكلان بنشد ليه بالإيجابية. سؤال مباشرة، هل يترشح السيد عمرو موسى على قوائم صحوة مصر تمهيدا للتقدم إلى منصب رئيس مجلس النواب القادم؟ أنا أتفق مع حضرتك في كفاءة وقدرات الأستاذ عمرو موسى، وهو يعني رجل كفء ودؤوب على العمل لإنجاز ما يتوجب إنجازه حتى لو كان الوقت قليل، وتجربة لجنة الخمسين الحقيقة بتقول ده بوضوح. أما عن ترشحه من عدمه فهذه مسألة تتعلق ب قرار الأستاذ عمرو موسى نفسه، وعلى قدر علمي حسب ما أسمعه منه أنه لم يتخذ هذا القرار بعد. يعني نحن في انتظار قرار أخير من السيد عمرو موسى إذا ما كان سوف يترشح أو لا، وإذا ما ترشح فسوف يكون ذلك على قائمة صحوة مصر. بينما عرفنا أن القطب الآخر في المسجلات العامة دكتور كمال الجنزوري لن يترشح نهائي، يعني هناك حسب وهناك امر لا يقرره صاحبه طبعا. صحيح، وهذا حقه يعني ان يقرره. طب السؤال هنا، ليه تركيز الاحزاب والقوى السياسيه اكثر من اللازم على القوائم رغم انها 120 اسم، بينما يبدو ان الضجيج اقل بخصوص الفردي؟ الى اي حد انت حضرتك القايمه طبعا هتؤثر القوائم على الفرد، على الأحزاب المنضوية أو المؤيدة للقائمة، إلى أي حد هتؤثر على حظوظ هذه الأحزاب أو مرشحيها في الفرد؟ أنا أعتقد أنه التوازن يعني شيء مهم في كافة أحوال الإنسان خاصة وقت الأزمات. وبالنسبة لتحدي الانتخابات البرلمانية القادمة عندنا أغلبية كبيرة جدا، حوالي 4/5 مقاعد البرلمان يعني ينتخب لها من يشغلها طبقا للنظام الفردي، والخمس بالقائمة. الحقيقة يعني ما أتصوره يعني أن الأحزاب تركز تركيزا أساسيا على الفردي ثم الفردي ثم الفردي، أما القائمة فهذا شأن آخر. أولا القائمة ليست قائمة حزبية، وإنما هي بالأساس قوائم فئوية، وهذا استحقاق دستوري وقانوني يتعين يعني الانتباه له واحترامه. وعشان كده أنا بقول إنه الأحزاب محتاجة إنها تعيد النظر في التركيز الشديد الذي أولته إلى القائمة، وفي نفس الوقت يمكن ما كانش فيه اهتمام مناسب بالفردي. رأيي إنه يعني طرح القائمة في إطار المحددات والهيكلة الدستورية والقانونية لها على أرضية حزبية ليس يعني صحيحا وليس مجديا، ولا يستطيع أن يصل إلى حل سليم لتكوين قائمة هي بالأساس متوجهة إلى فئات من قوى المجتمع الطبيعية بغض النظر عن هي منظمة حزبيا أو نقابيا أو لا. نعم اللواء سامح سيف الياسر، هل القائمة الوطنية
الى اي حد يشغلها الفرد، يعني هل هي قائمه في الحدود اللي اتكلم فيها الدكتور عبد الجليل؟ في حد بيتقدم باسماء وفق الالتزام القانوني والدستوري للشخصيات او الفئات المميزه وفق الدستور يعني، ولا سوف يكون لها نظره لتحالفات اخرى او تحالفات اضافيه على الفردي؟ انا رايي الشخصي ان التاثير المباشر على بين الفردي وبين القوائم والعكس هو موجود، وموجود بشكل واضح. بمعنى لا يمكن فصل القوائم عن الفردي او الفردي عن القوائم، وبالتالي هناك بالفعل تاثير مباشر بينهم. واللي عايز ينجح في الفردي لازم يبص على القوائم، واللي عايز ينجح في القوائم لازم يبص على الفردي، وبالتالي في تكامل وتدخل قوي قوي جدا. انا في رايي الشخصي ولا يمكن فصلهم عن بعض. وايضا في الحملات الانتخابيه تصوري ايضا ان لابد من استخدام الوسيلتين مع بعض، يعني ما ينفعش انك تفصل ده عن ده وتقول انا بس بحكلم على قائمه بس ومش هسيب الفردي. وانا اتفق مع الدكتور عبد الجليل الحقيقه فيما قالوا ان الفردي مهم للغايه ولابد من التركيز عليه للي عايز يقدر ياخد مقاعد في البرلمان ايا كان حزبه وان كان تكتله، لان الكتله الكبرى هي في 420 كرسي بتوع الفردي، دول مؤثرين بشكل كبير مقابل 120 كرسي فقط في القوائم. وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاون كبير بين ما يحدث في الفردي وما يحدث في القوائم. في تنسيق في القائمه الوطنيه؟ هل القائمه الوطنيه تجري بحث او دراسه هتلقي ثقلها مع مين في الفردي، ام هذا خارج الاهتمام؟ التعاون الموجود بين من يمثل بعض الاحزاب في القائمه الوطنيه يحتم على من يقوم بوضع القائمه الوطنيه في حسبانه ان يتفق ايضا او يتحدث مع الاحزاب التي متواجده في هذه القائمه. التنسيق عام، نفس الكلام الدكتور عبد الجليل صاحب مصر، في تنسيق عام في الفردي ولا خارج موضوع اهتمام القائمه مصر؟ الحقيقه متفرغه تقريبا يعني الوفاء باهدافها في القائمه او القوائم المطلقه، ولكن عايز اقول انه نجاحنا في تقديم يعني قوائم جيده مبنيه على المعايير التي يعني اشرت اليها سابقا ربما يكون له تاثير في محاولتنا ان احنا يعني نعمم خطابا يعني مهتما بالانتخابات ككل، ومن ثم ربما يكون ده يوصلنا الى المقدره على التوسط وتنشيط نوع من التنسيق الجاد بين الأحزاب على مقاعد الفردي، لأن هذا التنسيق ضروري لتقليل الخسائر وزيادة يعني ما يشغله التيار المدني الديمقراطي بكافة تنوعاته في البرلمان القادم. سؤال مشترك للمخرج الكبير خالد يوسف و دايما أسئلتنا الدكتور عبد فردي أم قائمة؟ يعني الدكتور عمرو انت كنت عضو في مجلس الشعب السابق وكنت دخلت معركه صعبه جدا قصاد الدكتور عمرو الدراج القيادي الاخواني المعروف بره دلوقتي، وكسبتها في ظروف صعبه جدا، وانت امين عام تحالف الوفد، انت هتخش فردي ولا في القايمه؟ لو قايمة توافق يعني محل توافق قايمة توافقية وارد، إنما لو القوائم هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده أنا مش هترشح في القايمة. الأستاذ خالد، لا أنا وأنت في لجنة اختيار القوائم هتنزل قايمة ولا لجنة الاختيار ومرشح حسب هو معروف نازل فردي؟ طيب انا لا حاسم امري من ست شهور ان انا هنزل فردي، ولذلك حتى لما اختاروني في لجنه اختيار اللجنه المحايده اللي بتختار المرشحين انا ماليش مصلحه في القائمه باي شكل من الاشكال، يعني في اختيار فلان او فلان يعني، لكن انا هترشح فردي يعني. بس انا عايز أفضل. انا عايز بس اقول تعليقين. طبعا انا عايز اكد على اللي قاله الدكتور عمرو على حكايه القوى التقليديه والعائلات اللي هي اتعودت تبقى مع الدوله ايا كانت، ان دي ما تقدرش تحسبها حزب وطني.
يعني انا باكد على ده عشان برضه حتى لا يفهم كلامي، انا بتكلم انا فعلا على رموز الحزب الوطني الفاسده التي افسدت الحياه السياسيه او نهبت المال العام، ده ما اتحدث عنه تحديدا. يعني الحاجه الثانيه اللي انا بكلم اللي عايز اعلق عليها، وده كان مسار حوار لم ينضج بعد يعني، لكن برضه لازم اقول لك عليه، وهو هل قائمه صحوه مصر هتكتفي بانها تقدم للوطن هذه القائمه وتقول لهم هذه القائمه تعبر عن ثوابت 25 30 او تثابت او تعبر عن كذا او تعبر عن حزب المستقبل او تعبر وتنجح القائمه او تساهم في انجاحها او ما تنجحش وتكتفي بكده، في دور اخر يمكن نقدر نقوم به في صحوه مصر. لسه بقول لك ده حوار لسه داخلي ولم ينضج بعد. اذا بالفعل القايمة كانت قوية كفاية انها تقدر تبقى راية لكل القوى اللي تعبر عن 25-30، ممكن اعطائها لبعض المرشحين الفردي في دوائر ومساندتهم بها، بس ده مش قرار، ده لسه في اطار الحوارات عندما تنضج بس حكاية الاتفاق ما بين الوفد وجبهة. لو حصل الاتفاق كده خلاص اتحلت، احنا عندنا مرشحين فردي في بالظبط كده، خلاص في كتير هتطلعوا يروحوا فردي يعني. عايز السمير فردي الله بعد اذنك. اتفضل. عايز اوضح نقطه بسيطه جدا متعلقه بمساله علاقه اعضاء اللجنه المحايده بمساله الترشح. من الشروط الاساسيه في تشكيل هذه اللجنه أن لا يعني يسمح لأعضائها بالترشح على القائمة، لكن إذا أراد حد منهم زي خالد معمل الترشح على مقاعد فردية فهذا يعني الأستاذ خالد بيصعب خيار، هو اللي راح برجليه لقاعدة اللي يختار. أنا اخترت الفردي قبل أصلا ما فيه يعني جنب صحوة مصر. طبعا هذا الكلام مبكر جدا، لان ساعات بتبقى قيادات بتطلع من القايمه وتروح للفردي، فممكن اللي انتم مش واثقين ولا ايه من القايمه هتكسب. لكن انا اظن الفردي كمان لازم نهتم بيه طبعا بدرجه اكبر، اظن يعني بالحساب يعني 420 مقعد قصاد 120 مقعد، الفردي لازم نهتم بيه لانه هو اللي هيبقى الوجه الاكبر للبرلمان. وهنا هنطرح بعد الفاصل السؤال التالي مباشرة في الإعلامية بعد التحالفات الانتخابية، وهو سؤال التحديات، ما هي صورة البرلمان المقبل وأين المخاوف بالضبط وأين التحديات؟ بعد الفاصل نستكمل الحوار. مرحبا بكم من جديد. الدكتور عبد الجليل مصطفى، يعني في محاوله للفهم واستجلاء الموقف، هل يصح هل هو طبيعي ان يكون حزب معك يؤيد قائمه صحوه مصر ثم ينسق في الفردي مع قائمة أخرى أو مع الأحزاب المكونة لقائمة أخرى؟ أنا هنا بتكلم عن الحزب الذي يترأسه أخونا وحبيبنا الدكتور محمد أبو الخار، وهو حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي. هو طرف وحسب أمره أنه في قائمة صحوة مصر، لكنه أنا بسمع في تصريحات لقيادات الحزب أنهم بينسقوا في الفردي مع الوفد. مش هما في تضارب هنا في التضارب الانتخابي؟ يمكن ربنا يلمها. انا بشرة خير او دكتور عبد يحل المشكله. بشرة خير دي. انا اظن ان ما فيش تناقض خالص. نعم. احنا قلنا من الاول انه من واجبات الاحزاب بشكل اساسي التركيز على المقاعد الفرديه لانها الاغلبيه، ولان ظروف الانتخاب على المقاعد الفرديه يعني بيستعمل او يعني يو يو يعني يحتاج الى قدرات الاحزاب من ناحية التنظيمية ومن ناحية الاعلامية ومن ناحية التمويل، ويعني كل هذه القدرات فرصتها وواجبها في الفردي.
وبالتالي تنسيق الدكتورة بلغار مع الوفد على المقاعد الفردية أراه طبيعي، خاصة وإنه أنا برضو من وجهة نظري وأعتقد الدكتورة بلغار يتفق معايا في ده، إنه موضوع القائمة المطلقة أو القائمة المطلقة أرضيتها ليست الأحزاب بشكل أساسي، وإنما هي أرضية أخرى أقرب ما تكون إلى يعني الصيغة المجتمعية منها إلى الصيغة الحزبية، وده اللي تحقق فيه صحوة مصر. وعشان كده الدكتور أبو الغار كان من المبكرين جدا في الانضمام إلى القائمة والتنسيق معها في هذه الجزئية بالتحديد. أين موقع الخطر، أين موضع الخطر في المال السياسي على صراع القوائم وفي الانتخابات الفردية؟ انت متوقع، وفي كلام كتير بتنشف في جرائد ما اعرفش ايه مدى دقته، عن بتكلم عن مبالغ هائله تفوق تخرق القانون، وبنتكلم عن شراء اصوات محتمل. هل هذا الكلام الى اي حد يضعف الاحزاب، الى اي حد يؤثر على القوائم التي تفتقد الى تمويل مناسب؟ انا اظن ان تاثير المال السياسي بالشكل اللي احنا بنسمع عليه ضار بالانتخابات ككل، ولكن ربما الضرر ده يكون أكثر يعني تأثيرا في مجال الفردي. وأظن أن من كانوا ينادوا طول الوقت بأن احنا نغير النظام الفردي إلى نظام القائم النسبية كان ده أحد المبررات التي يبنون عليها يعني اقتراحهم أو رؤيتهم أو اعتراضهم على الفردي، ولكن لا يمكن استبعاد تأثير المال أيضا على القوائم. نعم وارد في تأثير يا سيادة اللواء. انا بس الكلام اللي كتب في الجرايد انا الحقيقه شايف انه مبالغ فيه جدا، يعني ما اعتقدش ان هو بهذا الحجم وبهذا الشكل يعني. لكن هل هناك مال سياسي هيبقى موجود؟ بالتاكيد. هل هناك بعض التجاوزات التي قد تحدث بيخالف ما جاء في القانون؟ اعتقد ده هيحصل. لكن هي المساله كلها هي المال السياسي هيلعب دور، ولكنه ليس الدور الاوحد. هناك اختيار الشخصيات وسمعتها وشعبيتها في الشارع، وطنيتها، تاريخها الماضي. اتفق برضو مع بعض الرؤى اللي اتقالت، هل هو فعلا كان فاسد ولا ما كانش فاسد، هل افسد الحياة السياسية او استفاد من كل ده، طبعا بيتحط في الحسبان. فالمال السياسي موجود، ولكن التقييم الاخر اللي انا كلمت فيه ده كله ايضا هيكون موجود، وهيكون موجود بشكل جيد. الناخب المصري أصبح ماتيورد، نضج، عنده نضج الآن بعد التجارب اللي مر فيها، والتجارب بالذات تجربة الإخوان المسلمين اللي هو بيعاني منها حتى الآن. الناخب لن يخطئ مرة أخرى، وبالتالي أنا بقول لحضرتك المال السياسي موجود، ولكنه لن يكون اللاعب الأوحد أو اللاعب الرئيسي في الانتخابات أو اللاعب الحاسم أو اللاعب الحاسم. هل تتفق معايا ولا إيه؟ طب بخصوص القائمة الوطنية أنا عاوز الحقيقة أسأل حضرتك سؤالين، يمكن في ناس كتير عاوزة تفهم أو تعرف. يعني أنا أقدر أفهم صحة مصر موقف إيه من أزمة الدولة مع شبابها، ما هو موقف القائمة الوطنية من أزمة الدولة مع شبابها ومن قانون التظاهر؟ خلاص مش هتعادل قانون التظاهر، لما هتروح البرلمان هل سوف تتبنون فورا إلغاء أو تعديل بقى للأحرى تعديل قانون التظاهر وفق ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ اولا أنا السؤال ده عجبني السؤال ده ليه؟ شكرا. طب اسمع الاجابه. ما عشان عجبني السؤال. طيب هو اولا يعني خلينا لا نستبق الاحداث، هو بالتاكيد هيطلع برنامج، هذا البرنامج هيحط فيه كل الافكار واجابات على كل التساؤلات اللي موجوده. ولكن لازم تعرف حضرتك ان عندما يذاع او تذاع اسماء القائمه، وتعرف حياتك القانون بينظم ان في شباب بعدد محدد في كل قائمه سواء كانت 45 او 15. اسماء الشباب ونوعيات هذه الشباب من ثورات 25 يناير و30 يونيو هيرد بكثير على هذه التساؤلات. يعني هناك اسماء الحقيقه من الذين شاركوا بالفعل في 25 يناير و30 يونيو، اسماء يتفق عليها الشارع المصري كلها انها شباب محترم واعد له مستقبل كبير في السياسه المصريه القادمه. انا اعتقد ان ده هيبقى رد احد ردود اللي يمكن حضرتك تحب تسمعها. ولكن البرنامج اللي هينزل بعد كده مستقبلا اعتقد هيكون فيه ايضا في قضية الشباب بشكل عام كمان. كل ده هيبقى موجود. ده طيب السؤال الثاني، في سؤالين يعني في السجلاء الحقيقي، العداله الاجتماعيه. انا اقدر افهم صحه مصر يسار وسط،
كل مكونات الحقيقات. فقضية عدالة الاجتماعي واضحة ومش محتاجين نسأله. والوفد هو حزب ليبرالي لكن عنده خطاب، عنده خطاب في العدالة الاجتماعية. وجزء من مكونات التحالف يسار وسط، يعني الاجتماع الديمقراطي والكتلة الوطنية مجموعة المستقلين. ده في الفرد. ديمقراطي في الفرد. مش في القايمة. طيب. العدالة الاجتماعية. هل هناك أفكار نقشت أو انحيازات أساسية لما بنتكلم عن المال السياسي؟ طب المال السياسي مش هيكون له دور في تعطيل قضية العدالة الاجتماعية؟ مش هيكون له دور في إنفاذ الدستور؟ هو مدخل ناس وبيدفع مئات الملايين يعني ده على أقل تقدير عشان يودي ناس يمثلوه تمثيل مشرف في البرلمان، ولا لكي يلعبوا دورا معطلا لأهداف يناير؟ موقف القائمة إيه هنا في الترجمة العملية من قضية العدالة الاجتماعية بشكل محدد؟ تمام. لأن أسوأ حاجة، أنا أسوأ اللي كتبتها مرة، أسوأ حاجة أن الناس بتنظر العدالة الاجتماعية زي السعادة. كل حد واحد مش لاقي يأكل زي أكبر ملياردير في البلد ولكن العدالة الاجتماعية. تمام. بشكل ملموس هل نتوقع من القائمة الوطنية برنامج واضح ومحدد لمفهوم العدالة الاجتماعية؟ أولا سؤال عاجبني. أولا مش هكلم بقى على المرشحين، أنا بكلم على أي مصري عادي ما بيفكرش في العدالة الاجتماعية إنها ضرورة الآن، يبقى بالتأكيد مخطئ نمرة واحد. أي سياسي ما بيحطش العدالة الاجتماعية في حسبانه يبقى مخطئ خطأ كبيرا. أي بقى كتلة حزبية أو قائمة أو أي شيء من هذا القبيل داخل عشان يترشح امام الشعب وعشان الشعب يديله صوته ويغفل العداله الاجتماعيه فهو مخطئ خطا كبيرا. ما هو المفهوم؟ لا مفهوم العداله الاجتماعيه واضح. نعم. اللي يعني هو احنا النهارده في وزاره اسمها وزاره عداله اجتماعيه موجوده في الدوله. نعم. العداله الانتقاليه. العداله الانتقاليه، لكن هذا العداله الانتقاليه دي بترى ايضا ان العداله الاجتماعيه ده جزء منها، يعني وزاره التضامن الاجتماعي دي بتنظر ايضا في العداله الاجتماعيه وخلاف الدوله مهتمه بقضيه العداله الاجتماعيه. نعم. خلينا بس نتكلم برضه في النقطه دي سريعا. وبالتالي من يغفلها اعتقد انه خاسر خساره كبيره. فقضيه العداله الاجتماعيه قضيه تشغل الجميع وتشغل كل من هو قادم في البرلمان القادم. واحد القضايا الهامه اللي هتناقش بشكل جيد واعتقد بشكل تفصيلي في البرلمان القادم، وبالتالي من لا يضعها في اعتباره وعايز يخش البرلمان فيبقى اعتقد خطا كبير. استاذ خالد يوسف، وانت عملت افلام كتير قوي، اتكلمت عن العشوائيات واتكلمت عن الفقر و العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية. ان شاء الله نتمنى انت والدكتور عمرو تخش البرلمان في الفرد يعني. لكن هل انت بتعتقد في التركيبة العامة للبرلمان انه هيبقى هو برلمان العدالة الاجتماعية، يعني هينفذ الدستور؟ انا بقول انفاذ الدستور على الاقل في قضايا العدالة الاجتماعية، ولا هنسمع اصوات شاردة محترمة هايلة لكنها لا تمثل اغلبية البرلمان؟ ما هي صورة البرلمان بالنسبة لقضية العدالة الاجتماعية وبالنسبة لقضية الشباب؟ أنا عايز أقول لحضرتك البرلمان اللي جاي بمزاجه غصب عنه دخل فيه رجال أعمال مش مؤمنين أصلا بالعدالة الاجتماعية، ما دخلش هيبقى برلمان العدالة الاجتماعية غصب عنه، لأن ده دي مطلب الجماهير ومش جماهير قليلة، ده عشرات الملايين كانت بتهتف بكلمة العدالة الاجتماعية، وأصل وجهها كان فكرة الظلم الاجتماعي اللي وقع عليها عبر 30 سنة. وبالتالي اللي هيدخل نائبا عن الشعب ومش وفي ذهنه ان هو يستطيع ان ينقلب على هذا المطلب باي شكل هيتحدف بالطوف في الدائرة بتاعته. فبالتالي برضو انا مطمئن على اهداف الثورة ان هذا البرلمان اراد ام لم يرد هينفذها، لان في شعب هينتخب وفي شعب هيراقب وفي شعب ممكن يحدف بالطوب نوابه لو حادوا عن الطريق. بس يلغوا الاول الانتظار لان هيبقى فيها حبس. فانا مطمئن. بس انا عايز اقول لسياده اللواء، يعني بص سياده اللواء، سهل جدا ان انا اتكلم كلام حلو قوي عن العداله الاجتماعيه، بس انا ما اقدرش اجيب حد يبقى في القايمه رجل اعمال وطول عمره مؤسس الراسماليه بتاعته على الاستغلال واستغلال العامل وثروته كلها جايه من عرق الغلابه، ويجي يكلمني كلمتين عن العداله الاجتماعيه كويسين فصدقه واقول والله والراجل ده بيتكلم كلام بيطرح. فالكلام القضيه مش كلام، القضيه
مرجعية الرجل ده ايه. وده اللي انا بطالب منك، لان احنا شركاء في الوطن، هننزل في قائمتين ضد بعض، مش هننزل احنا في النهاية شركاء في الوطن طبعًا. ده ولازم انا يعني طبعًا. اشاور لك على حاجات طبعًا. وانت تشاور لي على حاجات. فارجوك وانت بتختاروا بصوا على الناس دي، ان محدش يجي يقول لك ان انا مؤمن بالعدالة الاجتماعية ويبقى هو ده راجل. شوف تاريخ الراجل ده ايه في العدالة الاجتماعية، عمل ايه في العدالة الاجتماعية عشان هيبقى مؤمن بيها، لان بجد الشعب مش هيسامح حد ومش هيسيب حد. ممكن ارد؟ انا اسف ان انا اخدت لا 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 اتفضل ست اللواء. هو اولا اللي انت بتقوله ده يعني جيد ومحطوط في الحسبان، لكن عايز بس اوضح نقطة، ان التعميم فكرة ان كل رأس مالي وكل رجل اعمال حرامي. انت بتقول يعني في الاول انت قلت ايه؟ قلت رجل اعمال استغل. استغل ليس كل رجل اعمال استغل العمال بالتاكيد. وبالتالي عندي اصحاب رجال اعمال كويسين بالضبط والله. وانا عارفهم واصحابكم اصحابي برضه. لا بس عشان الناس بتتفرج علينا فانا بقول بس عشان اوضح للدنيا ان ليس كل من هو يصرف يعني معاه صفه رجل اعمال نقول عليه حرامي ونصاب وسرق الناس واستغل العمال. ولا عمري قلت بالضبط كده والله. ده التوضيح ده مش ليك، التوضيح ده للناس عشان بس تبقى عارفه معايا. وبالتالي هناك رجال أعمال شرفاء قادرين على العطاء، سمعتهم طيبة، لم يستغلوا عمالهم، أعطوا للبلد وأضافوا للبلد، صدروا وجابوا عملة صعبة إلى آخره. يعني أنا مش في حل أنا أدافع عنهم، أنا مش منهم يعني، ولكن دول محطوطين في حسبان بالتأكيد. إنما إن أنا أغفل طائفة رجال الأعمال في مصر كلها. أنا قلت رجل أعمال تمام يعني ده ده الدكتور عمرو شوقي في يعني أولا قول لي صوت البرلمان تتوقعها هتمشي النسب ازاي؟ الاحجام ازاي؟ هنا كباحث يعني اكثر منك سياسي يعني. وتقول لي بعدها فورا والحاقا الى اي حد تغيرت مصر؟ هل يمكن ان تحكم مصر مره اخرى بالطريقه اللي كانت تحكم بها قبل يدي؟ طيب بالنسبه للجزء الاولاني انا اعتقد انه هيبقى في نسبه يعتد بيها من المستقلين، نسبه اكبر من المعتاد. جزء من هؤلاء المستقلين هينتمي للقوى التقليديه، القوى المحافظه اللي موجوده في اماكن كثيره. اعتقد انه جزء اخر هيبقى ينتمي للاحزاب والحركات السياسيه المدنيه المختلفه، وجزء ثالث محدود هيبقى أقل ينتمي لحزب النور والتيارات الإسلامية اللي هي بشكل أساسي هتبقى من خارج جماعة الإخوان المسلمين. فأتصور أنه هيبقى فيه ثلاث كتل رئيسية، كتلة للمستقلين، كتلة للأحزاب المدنية المختلفة، وكتلة أقل هتبقى للأحزاب الإسلامية اللي هتبقى ممثلة بشكل أساسي في حزب النور أو التيارات السلفية. مسألة المستقلين أنا في رأيي أنه مفهومة في اللحظة الانتقالية اللي احنا موجودين فيها حاليا وهتستمر معنا شوية، وبالتالي وأنا شايف أنها أفضل أنه يبقى فيه هذه النسبة اللي هي بتعبر عن حالة ليها علاقة بأزمة الأحزاب وأنها كانت ضحية فترة تجريف فترة طويلة، أنه النسبة دي بتاعت المستقلين أفضل أنها تبقى ظاهرة على السطح عن كان موجود قبل كده أنه ينجح نائب مستقل وبعد كده يدخل للحزب الوطني. فنسبة المستقلين هي بتعكس أزمة موجودة في أداء الأحزاب السياسية، لكن أنا بتصور أنها مش هتفضل معانا على طول. يعني بمعنى أنت في طريقك، وده هيخليني أخش على الجزء الثاني من سؤالك، أنه في طريقك أنك أنت تتحكم مصر بطريقة مختلفة. أولا هناك استحالة أنها تحكم بنفس الطريقة اللي حكمت بيها في 30 سنة الماضية، وبالتأكيد السنة اللي كان فيها حكم الإخوان. أنت محتاج تقدم بوضوح، يعني إذا كنا بنتكلم على شكل المعادلة السياسية، أنت عندك رئيس جمهورية قادم من داخل الدولة، عندك قوائم وراها حتى أحيانا بعض يعني حد من بعض رجالات الدولة اللي كانوا موجودين قبل كده، وأنا متأكد أنه ده بدوافع وطنية تماما، والتقدير أنه القوى السياسية والأحزاب السياسية في مصر في حالة ضعف وانقسام على الذات، يعني في حالة موجودة لدى كثيرين ممن جاءوا من داخل الدولة المصرية بيتشكك دايما في أداء الأحزاب والقوى السياسية. أنا في رأيي أنه الجديد المفروض يتعمل أنه القوى السياسية والأحزاب لازم تقدم أمارة مختلفة. إذا نجحت في أدائها في البرلمان
وفي أدائها في الانتخابات القادمة أنه تقدم صورة أنه والله القوى السياسية دي ده ما فيش بديل عن أي مجتمع يتطور ولازم فيها أحزاب بجد والأحزاب دي تقدم برامج ورؤى حتى لو في حركات سياسية في طريقها أنها تتحول لأحزاب يبقى ده برضو أمر جيد. يعني اللي أتمناه أنه يحصل توازن بين فكرة الحكم من خلال أدوات الإدارة أو أدوات إدارة الدولة بالشراكة مع القوى السياسية. ويمكن الدكتور عبد الجليل فاكر انه ده كان من التعبيرات اللي كنا اثناء لجنة الخمسين كنا بنستخدمها فكرة الشراكة بين الدولة وبين القوى السياسية. انا الحقيقة شايف نتيجة ضعفنا ونتيجة اسباب كتيرة انه الشراكة دي لا الموضوع كده حدف شويتين لصالح ادارة الدولة وانك بتدير بالاجهزة وبتدير بالادارة عشان تعمل التوازن ده مش تفضل تقول طول الوقت انا معترض انا معترض لا لازم اقدم حاجة بجد. وانا شايف انه في فرصة النهاردة وده الفرق عن ايام مبارك انه الفرصة دي ما كانتش متاحة انه في فرصة النهاردة انك لو عملت شيء جد على الارض تقدر تعمل حاجة مختلفة. دكتور عبد الجليل كلام الدكتور عمرو هل بسألك فيه هل هناك فرصة حقيقية جادة خاصة بعد انتخابات البرلمانية إلى ما يسميه الدكتور عمرو الشراكة بين القوى السياسية والدولة أو بمعنى صح الشراكة بين القوى السياسية والرئاسة؟ اختبار أساسي هل تتوقع أن تكون هناك حكومة دستورية منتخبة سياسية يعني للأحزاب أو الكتلة الأكبر عددا أم أن احتمال أن تكون الأغلبية الساحقة للمستقلين تمنع إنشاء حكومة دستورية سياسية؟ أنا أظن أن يعني هناك مخاوف من تركيبة البرلمان القادم وربما يكون لها بعض المبررات على أرضية ما نراه من سيولة حزبية وسياسية في الوقت الحالي. ولكن أنا أعتقد أنه يعني النتيجة في نهاية المطاف في تقديري سوف تكون أفضل مما يطرح علينا من تصورات في إطار القلق والتخوف من المستقبل الذي أصبح جزءا من المزاج العام نتيجة إحباطات التجارب الماضية خلال السنوات الأخيرة وخلال العقود السابقة. طب أنا أفهم كده أنت متوقع إحنا بنقول المعجزة المصرية زي ما حصل في الدستور في اخر طبعًا. اسبوع والكل يائس طلع الدستور كويس طبعًا. انت متوقع عندك طبعًا. شعور طبعا وانت ايدك في الانتخابات ان النتائج ستكون افضل نعم من التوقعات والمخاوف نعم لسبب بسيط جدا ان المصريين حينما يشعروا بالخوف على بلدهم هذا الشعور يفجر لديهم قدرات ابداعيه غير متوقعه وتجاربنا التاريخيه بتقول كده. احنا في 73 عملنا ايه؟ احنا في لجنة الخمسين عملنا ايه؟ رغم ان كان هناك كثير جدا من التشاؤم يناير ويونيو هذه الابداعات المصرية واردة وهي جزء من طبيعة هذا الشعب. الان الناس قلقانة من اللي هيحصل في البرلمان الجاي وفي ناس قاعدة تقول لهم انه البرلمان الجاي هيبقى معاكس لتوجه الرئيس لانجاز يعني ما طالبت به الثورة من اتوصف ايه يا فندم علاقة صحوة مصر بأي مشروع يمكن ان يتبناه الرئيس للإنقاذ الوطني؟ هل انتوا يسار النظام معارضة للنظام مؤيدين له لكن عندكم رؤى لتصويب المسار وخش على المستقبل؟ انا اعتقد انه فكرتنا الاساسية بالنسبة للقائم المطلق من محاولة بجد ان تشكل من كفاءات مصرية لها يعني تاريخ في الإنجاز ولها يعني إسهام في الأعمال في العمل العام باستقامة ويعني تجرد ده لابد أن يسر في الآخر عن قوة برلمانية لابد أن تساند توجهات الدولة الرشيدة في الإصلاح وفي التقدم. ما مش هيحصل ابدا ان البرلمان اللي جاي خصوصا لو كان فيه يعني قدر مناسب من هذه الكفاءات هيبقى معطل للدوله زي ما بيشاع في الاعلام احيانا. لازم لان زي ما قال خالد الشعب المصري هو اللي هينتخب والناس عندها شعور القلق اللي انا بتكلم عليه
وأنا أعتقد أن هذا سيكون دافعا للمواطنين ومنهم عشرات الملايين التي أسهمت في يناير وفي يونيو. وعارفة كويس قوي واجبات البرلمان القادم، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا ستكون قوة دافعة لحسن الاختيار. وإن في البرلمان الجاي البرلمان هيبقى تحت رقابة الشعب، وسيكون مطالب طول الوقت بأن يقدم إنجازات فعلية في إطار الواجبات الملقى عليه. سيادة اللو، هل هناك فرصة أنت وأنت بتبص للانتخابات أن تكون هناك كتل متماسكة تستطيع أن تتقدم باسم النص الدستوري لتشكيل الحكومة؟ هل ممكن أن نرى حكومة سياسية، أم أننا سوف نكون أمام حكومة كفاءات أو حكومة تكنوقراط من تلك التي اعتدناها لعقود طويلة؟ في تقديري أنها هتكون حكومة مشتركة، هتجد فيها هتجد فيها شخصيات سياسية، وأيضا هتجد فيها تكنوقراط، نتيجة أيضا زي ما تحدثنا كلنا أن ما فيش حزب هيستطيع أنه ياخد الغالبية التي تسمح له بتشكيل حكومة بالشكل التقليدي في البرلمانات العالمية، وزي ما شفنا كلنا. وده الحقيقة نتيجة برضو أن الأحزاب السياسية المصرية الحالية أحزاب وليدة جديدة ليست لها أرضية كافية في الشارع، ولم تمارس الحياة الحزبية بشكل جيد، لأنه ما كانش هذا موجود في الحقبة الماضية. وبالتالي الحياة الحزبية السياسية المصرية الجديدة لم تترسخ بعد في الشارع. ده هيؤدي في النهاية ان مفيش حد هيقدر يستطيع ان هو ياخد الغالبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة، وبالتالي هتذهب الى الحل الاخر وهو ائتلاف. هذا الائتلاف في تقدير الشخصي اجابة على سؤالك انه سيضم السياسيين، سيضم شباب، سيضم تكنوقراط. نعم. قول لي الاول قبل بروح للفنان، فضل. انت صرحت بان انك بتتوقع بالتزامن مع الانتخابات النيابية في سخونة أمنية، يعني معناها ان في عمليات عنف او عمليات ارهاب لتعطيل الاستحقاق السياسي. ايه حدود الخطر وماذا تأثيره على العمليات الانتخابية؟ انا ما قلتش تعطيل، ولكن قلت الكلام التاني مظبوط اللي حضرتك قلته. انا قلت بما قد يؤدي. بما قد يؤدي. انا ما قلتش يساهد في التعطيل، يعني انا ما قلتش بما قد يؤدي، لكن انا قلت ان انا توقعاتي الشخصيه ان اصل هي الانتخابات عباره عن ايه؟ تجمعات شعبيه، صرف فلوس، مجاملات بتحصل، تجمعات في الشوارع والقرى، بيبقى في حاله من الحراك السياسي الكبير. هذا الحراك السياسي الكبير ليس على هوى الجماعات الإرهابية التي تهدد الشعب حاليا. هذا الحراك السياسي الكبير بعد نجاحه إن شاء الله سيكون ضربة كبيرة لهذه الجماعات الإرهابية، وبالتالي ليس من صالحهم أنه يتركوا الحال كده. هل حتم؟ حتم إن شاء الله. هل الدولة حتسمح بأن هذا الكلام يعطل المسيرة؟ لن يحدث. هل هناك خطط لتجابه هذا الكلام؟ بالتأكيد. هل هي خطط جيدة؟ نعم. خلي بالك بس أنا في آخر حاجة، أنت عارف أنها مستعجل في نص دقيقة. فضل. الانتخابات القادمة هي ثمانية تجربة استفتائية وانتخابية في حياة مصر في 4 سنين. ده لم تمر على أي دولة. عدها كده. ثمان واحدة. مضبوط. ده ثمان استحقاق. وخلي بالك ان الجيش المصري والشرطة في الثمان استحقاقات دول بما فيهم اللي جاي ان شاء الله كان هناك تحديات أمنية مستمرة في الشارع. ونجحت السبع محاولات الماضية. ولم يتم اعتداء على مواطنين، والقوات المسلحة والشرطة تحملت هذا العبء على نفسها وتتحمله في المرة الكاملة. عشان كده انا برضو عشان ما خوفش الناس انا قلت هذا الكلام. هذا لا يعني الناس تخاف وما تروحش وما تنزلش وما تنتخبش. الحذر. لا الحذر وحسن. لا لا بس خلي بالك، عشان كده قلت انه هناك خطط موجودة، والدولة مصرة زي ما نجحت السبع محاولات اللي فاتت في الانتخابات والاستفتاءات ان هذه الانتخابات هتنجح، وان شاء الله هتؤمن تأمينا كاملا ولا خوف على حياة المواطنين ولا على الممارسة في الشارع. نعم. الأستاذ خالد يوسف، بتصورك يعني أنت كده اسبق الأحداث شوية، العلاقة ما بين البرلمان والرئاسة، لأن الحقيقة إحنا بعد الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق تقريبا باليقين لأول مرة منذ 4 سنوات تستكمل مؤسسات الدولة. كان عندنا رئيس ما فيش برلمان، عندنا برلمان وما فيش رئيس. كان أنت هذه المرة مؤسسات الدولة استكملت. في العلاقة ما بين الرئاسة والبرلمان انت شايف ايه السيناريوهات المحتملة؟ هتمشي ازاي؟ انا بتصور ان مفيش على ارض مصر من
أبناء شعبها عنده درجة من درجات التمني لفشل مثلا الرئيس السيسي، وبالتالي على تنوع المذاهب السياسية والتوجهات الفكرية لكل أعضاء البرلمان كله مع بعضه كده وبلا تقريبا أي استثناءات هتلاقيه بيكرس لفكرة نجاح الرئيس السيسي، لأن نجاح الرئيس السيسي هو نجاح للدولة المصرية، وفشل الرئيس السيسي في مهمته الجماهير كلفته بيها في انتخاباته الأخيرة بنسبة 97% تخليه لابد أنه ينجح. الشعب المصري كلفه أن ينجح، وبالتالي مفيش حد هيبقى معوق للرئيس. بس في بعض الجماعات دايما بتقدم ورق اعتمادها دايما في أنها ترمي تهم على الآخرين. يعني أنا عايز أخد بنت عند الرئيس فأقول إيه ده الدكتور عبد الجليل لو دخل البرلمان هيعوق الرئيس، من غير ما أقول أنا بقى هساعد الرئيس. واخد بال حضرتك؟ يعني أنا بقول لك ده دائر. نعم. ولا أنا بكلم كلام بلدي خالص، وبس ده واضح. فكل فريق بيقعد يقول لك ده هيعوق الرئيس يا جماعة، ده هيعوق الرئيس يا جماعة. أنا أتصور مفيش فريق ده انتخابية. ليه؟ مش عشان الدولة هتساعد حد، عشان إحساس الجماهير، لأن الناس متضامنة مع المشير السيسي أو الرئيس السيسي. واخد بال حضرتك؟ في أي إحاء بأن هذه المجموعة تحظى بتأييد الرئيس السيسي الناس هتروح تنتخبها، مش عشان الدولة بقى هتروح تزور انتخابات ولا هتقف جنب حد أو تستخدم آليات الدولة ولا مؤسسة الدولة لخدمة المرشحين. فده بيدار دلوقتي. اللي أنا متأكد منه إن مفيش حد لا نيته ولا بيجيله خاطر إنه يعوق مسيرة هذا الرجل اللي كلنا بنتمنى إنه ينجح على اختلاف توجهاتنا. بتصور انه يبقى ممكن يبقى فيه ضيق افق في بعض القطاعات في البرلمان تخش مرتبطه بمصالحها. يعني لو مثلا رجال اعمال فاسدين زي اللي احنا اتكلمنا عنه، بالتاكيد لما نيجي نعمل قانون عن العداله الاجتماعيه اكيد بيصب فيه صالح نجاح الدوله ونجاح الرئيس، هيبقوا هيحاولوا يعوقوه. كل واحد برضه بيدافع عن مصالحه. لو انا بتكلم على قانون العمل وعايز ادي حد ادنى للاجور في القطاع الخاص وراجل اعمال موجود في البرلمان من الفاسدين، اكيد مش من مصلحته ان احنا نعمل حد ادنى للاجور في القطاع الخاص. اكيد مش من مصلحته ان انا اعمل ضمانات للعامل ان هو ما يحصلوش فصل تعسفي، انه ياخد تامينات مظبوطه او يتامن عليه مظبوط صحيا او اجتماعيا او غيره. من طبائع الامور ان الناس هتدافع عن مصالحها لو الشعب لم يحسن الاختيار. لكن انا عندي قناعه ان الشعب سيحسن الاختيار. إذا لم يحصل اختيار مش هيحصل، لأن الشعب ده قائد المعلم يا معلم، ما فيش حاجة اسمها مش هيحصل اختيار. طيب لا هيحسن، معلش هكمل هيحسن، والاستثناءات القليلة اللي هتخش زي ما قلت لك هتبقى نظرا لتخاذلنا نحن كقوة سياسية في ان احنا نقدم للدايرة دي شخص الناس تثق فيه، فالناس تحشر ما بين السيء والأسوأ، فيجي لك بعض الشخوص في البرلمان انا رأيي لا تتجاوز يعني عشرات قليلة. العشرات القليلة دي ممكن تكون مش هتعوق الرئيس، لكن هتبقى اكيد هتحاول تدافع عن مصالح. طيب الدكتور عبر الشبكي، برضك انا برجع لك كمفكر وباحث، هنفترض ان جاء البرلمان بقوة المال السياسي لأي أسباب أخرى ليس معبرا عن الحقائق الجديدة في البلد، تطلع إلى الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية، تطلع إلى توسيع المجال العام والحريات، و نقول عليه إيه؟ مش عايز أقول برلمان يميني، لأن يعني يمين ده شيء طبيعي ويمين وسط، لكن اللي هو تكلم عن بيعبر عن الماضي أكثر. كوسار مضاد. انا هسالك سؤال وانت كوسار مضاد، ما هي مغبه كبحث، ما هي مغبه الا يكون البرلمان الجديد هو مركز التفاعلات السياسيه؟ اذا انتقلت التفاعلات الى خارج البرلمان، ايه هي العواقب السياسيه وما هي السيناريوهات؟ ده خطر كبير، وفي مسألتين سلبيتين أنا رأيي هيخلوا جزء من البرلمان ينتمي للقوة اللي انت ذكرتها. طبعا خلاص احنا دلوقتي اولا القانون
الانتخابات. انا شايف ان القانون سيء وتم فيه اجتهادات وبحث وتقال فيه افكار وكده، ولكن خلاص احنا فكرة القايمة المطلقة، القايمة ما تبقاش قايمة محافظة، انما كان يجب انها تكون قايمة محافظة مش قايمة قطاعات. الدوائر الفردي المفرطة في الصغر، دوائر كرسي ودوائر تانية اتنين ودوائر تالتة تلاتة، دي طبعا كلها اختراعات مش موجودة في اي بلد. في اي بلد في دايرة اما الانتخابات تبقى على مقعد واحد او على مقعدين، انما فكرة حتة بواحد وحتة باتنين وحتة بتلاتة دي كلها اختراعات مش موجودة في اي نظام سياسي. والطريقة اللي صدر بيها القانون، لكن يعني بما اننا بنتكلم على قوة مؤمنة بالعملية السياسية ومؤمنة بانك انت بتغير القانون من خلال الاشتباك معه، يعني اكيد الطائرات المدنية مش هتعمل زي الاخوان المسلمين مرضوش يقننوا نفسهم في السنة اللي وصلوا فيها في السلطة عشان قانون الجماعات ما كانوش مقتنعين به. اكيد اداءنا احنا غير، انا مش مقتنع بالقانون لكن الناس هتجتهد بعد كده انها تغيره. لكن لو افترضنا انه، وهنا انا بتفق مع الفنان خالد يوسف، انه مش هيبقى بالصورة القاتمة دي، يعني انه هيبقى فيه، انا مراهن على وعي الناس، انا مراهن على انه الناس هتختار اختيارات جيدة، لكن ده ما يمنعش انه في خطر حقيقي بسبب القانون وبسبب المال السياسي. وهنا انا عايز ارجع للنقطة اللي طرحت في الاول، ان انا اتمنى انه هذه المرة اللجنة العليا للانتخابات تطبق الحد الاقصى، يعني احنا حاطين حد اقصى للانفاق كانه ديكور بقالنا سنوات طويله، كل المره دي اعتقد في حدود 400,000 في المقعد الفردي. انا نفسي انه اللي هيصرف مليون واتنين مليون وحاجات بهذا الشكل في الانتخابات انه هو يحاسب، يحاسب. ونسمع مره انه اللجنه العليا للانتخابات شطبت حد نتيجه انتهاكه للقانون. اذا قلنا حبينا نقول انه البلد دي اتنقلت فعلا خطوه لقدام، أسوأ شيء يا أستاذ عبدالله وأخطر حاجة أنه يبقى البرلمان في ناحية والحوارات والاحتجاج والجدل السياسي خارج البرلمان. ده يعني وأنا بقول أنه ده اللي حصل في 2010 وأكيد في 2015 مش هيبقى 2010 في 2012 تفعلات كان خارج البرلمان. بالضبط. فأنا عايز أقول أنه أتمنى أن احنا ما نوصلش للحكاية دي، أنه يبقى البرلمان معبر عن جزء، يعني او جزء يعتد به من الجدل السياسي والحيوية السياسية اللي موجودة داخل المجتمع. عشان نوصل لده كان المفروض نعمل قانون انتخابات بشكل مختلف، وكمان الاهم انه على الاقل القوانين اللي موجودة واللي اتوضعت فيما يتعلق بالانفاق المالي لابد انها تحترم. وموضوع توظيف دور العباد، يعني كل ما له علاقة بالقوانين اللي احنا احيانا للأسف بتتحط على سبيل الديكور او الزينة، لا، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات هذه المرة انها تطبق بحذف يعني بتشدد النصوص القانونية. دكتور عمرو، وانت طبعا يعني واخد دكتوراه من باريس، انت عارف ان ساركوزي نفسه خضع للتحقيق والملاحقة القضائية لانه خرق السقف المحدد قانونيا لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، رئيس منتخب وحسب بالظبط. فانا اظن احنا يعني مش قوي كده، لا انا عايز اقول انه كمان جزء بس يعني نتعود، يعني نتعود ان في قانون وان القانون لابد ان يحترم. ورغم انه الكلام انه الفلوس دي راحت للحزب ما راحتش للحملة، يعني عليها نقاش وجد، بس رئيس الجمهورية اللي هو محصن برضو في فرنسا، لكن احنا عندنا للاسف، انا اتمنى ان المشهد ده يتغير. نتمنى حاجات كتير. وبعد الفاصل نطرح سؤال استباقي، ما هو مستقبل التحالفات والقوائم الانتخابية عند بدء اعمال البرلمان؟ هل تنتهي؟ هل تنفض؟ هل تتداخل بشكل مختلف؟ هل تنشأ احزاب جديدة؟ هل تنشأ جبهات اوسع مثل الاقتراح ببناء جبهة البناء الوطني وكان مصير الاحرار والوفد والتيار الديمقراطي اتفقوا على جبهة للبناء الوطني في البرلمان، جبهة غير انتخابية؟ طب هم ثلاث قوائم النهاردة، هل هذا هو الذي سوف يحدث ام ان الامور في مصر دائما تأتي بمفاجآت بعضها غير صار؟ بعد الفاصل نواصل الحوار.
مرحبا بكم من جديد. السؤال الأخير في السياسة أكثر من الانتخاب. الانتخاب سياسة طبعا، لكن الجوانب الإجرائية بتغلب أو موجودة، لكن في السياسة بنتكلم عن الخيارات الكبرى وبنتكلم عن مستقبل التحالفات. الدكتور عمرو الشبكي، كيف تنظر أو كيف تتوقع مستقبل التحالفات الانتخابية خاصة في القوائم؟ كتير جدا من القوى نتيجة تعقيد الوضع وأن إن هو ما قدرش يخش أو يعرض نفسه على الرأي العام ببرنامج يخصه وبأسماء تنتمي إلى حزب معين، لأن ما فيش انتخابات بالقائمة النسبية. هل مثل هذه التحالفات نمرة واحد قابلة للاستمرار تحت قبة البرلمان؟ هل ما سوف يعرض على الرأي العام من برامج سوف تكون ملزمة للأحزاب المكونة للائتلافات أو التحالفات الانتخابية؟ أنت مصور إيه هو المستقبل؟ هل يمكن أن تنشأ من بين مكونات مختلفة في القوائم المتنافسة تكتلات لا صلة لها بالتحالفات الانتخابية؟ كل ده وارد، لانه احنا قدام يعني انا مش عايز اكرر تاني انه نتكلم مرحله انتقاليه، يعني بمعنى انه في النهايه في مجموعه من الرهانات تخص خصوصيه القايمه في الظرف ده، يعني اكيد التاكيد على معايير الكفاءه ومجموعه من المعايير اللي هي عابره للانتماء الحزبي، ده مرتبط بانه في أزمة في الأحزاب وفي خصوصية للقوائم اللي هي ممتدة قائمة من الجيزة من الجيزة لحد حلايب وشلاتين، فأنت قدام وضع استثنائي على خلاف أنه أنت محتاج تحط معايير خاصة لهذا الوضع اللي أنت اتحطينا فيه قدام القانون، واللي هو برضو متفرد مش, مش, مش موجود في أي مكان آخر. وبالتالي المعايير اللي حكمت القوائم قد تتغير بعد الوصول الى البرلمان، يعني نقصد مش بالضروره الناس يعني كانت اضطراريه تقريبا يعني بمعنى انه المعايير اللي فيها فكره انك انت تختار الانزه والاكفأ وكده دي المفروض انها تبقى موجوده معايير اخلاقيه بالظبط كده، يعني دي معايير، لكن انك انت بتجيب ناس ممكن تبقى محسوبه على اليمين او اليسار او ناس لا تنتمي للاحزاب من الاصل بناء على معيار الكفاءه، ده في جزء منه ليه علاقه بخصوصيه الحاله اللي مرتبطه بقائمه بقوائم 120. وبالتالي انا شايف انه احتمال كبير انه الشكل اللي قامت عليه التحالفات والقوائم يتغير بعد البرلمان. ايضا الكتل المستقلين في جزء منه هو هيبقى راضي بان هو يبقى نائب خدمات وفقط، ويساعد اهالي الدايره ويحاول يطور الدايره الانتخابيه اللي بينتمي ليها، وفي اخرين هيبقوا حريصين انهم يبقوا جزء من مشروع سياسي يتبلور في المستقبل. الحقيقه انا بتصور انه البرلمان هيبقى مختلف في ادائه وفي تحالفاته عن شكل التحالفات السابقه اللي احنا بنشوفها في الحملات الانتخابية دلوقتي نتيجة أوضاع كتيرة جدا اتكلمنا فيها قبل كده. وبالتالي من الوارد انك تشوف يعني ميلاد لأشكال سياسية جديدة، لقوى سياسية جديدة، لمستقلين يأسسوا أحزاب من داخل البرلمان، من داخل البرلمان، ما نقصد من داخل البرلمان، يعني انه ده البرلمان هيبقى فرصة حقيقية. القانون بيمنع المترشح الحزب هو يغير هويته فردي ان ينضم الحزب، مش في تعطيل للتفاعل الطبيعي مع ما دي برضو انا شخصيا انا عارف انه ده نص برضو من نصوص هي الفكره، يقول لك كان برضو انت كنت متاثر بالحاله اللي كانت موجوده قبل كده واللي هي ما عادتش، يعني ما فيش الحزب الوطني يعني. بالظبط كده، الحاله اللي موجوده قبل كده الخاصه بالحزب الوطني انه انت في ضغوط كثيره كانت بتمارس انه حزب الدوله الناس تخش فيه. النهارده انت يعني احنا اتمنى ان احنا هنبقى في فتره قريبه عندنا دوله وطنيه بنحافظ عليها ومحايده تجاه كل التكتلات دي، والمشهد اللي احنا شايفينه النهاردة الحالي انت قدام انتخابات
رئيس الجمهورية لا ينتمي لحزب، رئيس الوزارة لا ينتمي لحزب، التنافس كل واحد موجود في قائمة عنده إحساس إنه مفيش حد طرف خفي واقف هيقف ضده ولا هيزور ضده، عندك ثقة في نزاهة العملية الانتخابية. فكل ده أنا بتصور المفروض إنه يدي للناس الحق، لو واحد دخل حزب أو كان مستقل ونجح كمستقل واختار بعد كده إنه يشكل مشروعه السياسي، يعني ده أنا في رأيي من المواد اللي هي محتاجة، أو النص اللي هو بيمنع المستقلين إن هم بعد كده يقوموا بالأعزاب. أنا رأيي إنه البرلمان يغيره، البرلمان دي مقدمة أنا بعتقد ده اقتراح إيجابي. وأنا شخصياً أنا بقول إنه ده يعني إذا كتب للناس إنها تبقى موجودة في البرلمان إنه ده يتغير. هل ممكن يا دكتور عامر نكون معرضين تقية سياسية بمعنى دفاع بلد المستقل وعمليا يؤيد ويدافع وينسق مع قوى سياسية بعينها، انت حرمه ان هو هيتجاوز شروط العضوية لو اعرب عن ميله السياسي؟ يعني انت بتكرس الانتهازية السياسية الحقيقة. بالضبط. هو اصلا النص ده نص في منتهى الغرب. اولا هو حطه وبيفرغه من مضمونه في ذات الوقت، اما يجي يقول لك لو انتقل من مستقل الحزب او من حزب لحزب اخر او غيره بتسقط عنه العضويه بموافقه تلتين الاعضاء. طب مين بقى التلتين الاعضاء دول اللي هيوافقوا على واحد في المصريين الاحرار مثلا او انضم المصريين الاحرار انه تسقط عضويته عشان انضم المصريين الاحرار؟ يعني ما هوش منطقي. اذا انا بشوف المتصور اللي انا بستشرفه يعني ان القانون ده من اوائل القوانين اللي هتتغير اللي مجلس الشعب هيغير، لانها ما هي غير منطقيه. لازم مستقل وانا لازلت مستقل، خليك وانا مستقل بينما يعني ليكم سياسيه معروفه. انا عايز اقول حاجه بس اخيره، عايز اقول قانون برضو بس كمل. لا اصل في قانون يعني كمان بمناسبه القانون انه وانت من شروط الترشح، يعني ده برضو من ضمن الحاجات انك انت تكتب سيرتك العلميه، يعني كانك مقدم نفسك في مركز ابحاث، يعني ده برضو شيء في غايه الغرابه. مش يعني وانا واخد دكتوراه والناس اللي موجوده دي يعني مش هتقدر تكتب حاجه، اكتب سيرة سياسية. الناخب من حقه يعرف هل انت في سنتين اتنقلت مثلا بين 5 احزاب بين 6 احزاب، يعني كلمتين كده. في حاجة اسمها السيرة العلمية، هل انا مطالب ابحاثي في مجال العلوم السياسية تهم الناخب اللي هيجي ينتخبني؟ ما هو دي حاجة في السي في سطر وما ولا تعني اي شيء. وصدقني دي من الحاجات العجيبة التي لا يمكن ان تراها في اي بلد اخر. لا القانون كمان في حاجات برضو غريبة جدا، يعني موظف القطاع العام ان هو يحتفظ بوظيفته ويجي عضو مجلس الشعب ويقبض المرتب بتاعه من هناك، يا سلام. يعني على الا يتجاوز مرتبه هو ومرتب المجلس الحد الاقصى. طب ده ما ايه المنطق؟ افهم ان هو يحتفظ بوظيفته لكن ياخد مرتبه ليه؟ هو جاي يمثل الشعب في مهمه محدده وجاي، وده عمل في الاساس تطوعي. طيب. ويعني فالقانون ده انا بتصور ان هو من اوائل الحاجات اللي هتتغير. بس انا عايز اضيف حاجه على فكره التحالفات السياسيه، ما مصيرها وما مؤلها يعني بعد الانتخابات. انا رايي هتنسف. ليه؟ صحيح. هتنسف لانه كل سيعود الى مواقعه. يعني اللي منتمي لتيار اليسار، اللي منتمي لتيار اليمين، اللي منتمي لفكره اقتصاد السوق الحر الملتزم اجتماعيا، اللي منتمي هيعبر عن نفسه بتحالف انتخابي نجح بيه. انا بتصور هيعبر عن قناعاته هو وانحيازاته وانتماءاته الحزبيه اللي هي متاصله فيه اكتر من اي حاجه تانيه. ولم تستطيع ان انت قيمه مرشحه انها تمثل كتله برلمانيه وتستقطب المستقلين الاقرب اليها. بتصور حتى زي اللحظه لا، الا اذا في حاله واحده بس، الا وده يعني فرض، يعني لو جبهت صحوة مصر انضمت ليها قائمة الوفد وبقوا قائمة واحدة يعني. وبإذن الله يهزموا القائمة الأخرى يعني. ممكن يبقوا يعملوا قوة، يعني يعملوا قلب للمجلس منتمي لفكرة أهداف 25 يناير 30 يونيو، منتمي لفكرة النصوص الدستورية الملزمة الشعب وافق عليها بأكتر من 90% في الدستور اللي فات. أعتقد أن دول ممكن الانتماء ده، لو يعني القوة اللي شاركت في 25 يناير و30 يونيو مجتمعة. أنا جبهة الإنقاذ بالكلمة، أنا مش فكرة جبهة الإنقاذ، هي لا في فكرة موجودة أن تبقى حاجة تطلع جديدة، وكان الوفد والتيار الديمقراطي ومصير أحرار بدأ على أنقاض أو
جبهة الإنقاذ تكون هناك جبهة جديدة بذات المكونات أو تضاف لها قوة جديدة، جبهة البناء الوطني. أنا بتصور إن اللي شارك في 25 يناير و30 مجتمعين هم اللي لابد إن هم الآن يقولوا إن إحنا هنبني الوطن إزاي. الاثنين ما تقوليش أنا شاركت في 25 ولا مشارك في 30 أو العكس شاركت في 30 ولا مشارك في 30. اللي شارك في الاثنين دول عليها أن يتقدم الآن ويبني هذا الوطن. سيادة اللواء، نعم، كيف تتوقع مستقبل القوائم والتحالفات الانتخابية بعد بدء أعمال البرلمان مباشرة؟ هل تصمد أم تتفكك زي ما قال الأستاذ خالد؟ توقعي مع بداية الجلسة الأولى للبرلمان القادم لن يكون هناك أي شيء من هذه التحالفات بأمانة شديدة. نعم. وأنا أتفق مع الألو حقيقة خالد إن فعلاً. وهنا بس خلينا نقول نتكلم عن قيادات القوائم. الكلام ده بذاته معناه أن هناك خطأ فادح ارتكب في التشريع، لأنك أنت بتأسس حياة السياسة المستقرة لما تبقى كل القيادات شايفة أن فور على النتائج لن تكون هناك كتل سياسية في البرلمان. أنا أظن دي أزمة كبيرة فترة. أنا أؤكد، يعني أكاد أؤكد عشان بس ما بقاش في جزم، يعني أن فعلا مجرد الدخول البرلمان كل حزب سياسي أو كل ائتلاف إذا كان هناك ائتلافات حاليا كل واحد هيبتدي يمشي في التوجه بتاعه، وزي ما قال خالد بالظبط وانا اتفق معاه ان كل واحد رؤى مختلفه وهو من وجهه نظره عايز يعالج الامور داخل البرلمان برؤيته. نعم. ولا يفرض عليه رؤيه الاخر اللي هو كان متحالف معاه عشان يخش ياخد كرسي وبعدين بعد كده يبتدي يشتغل برؤيه اخرى او بضغط من اخر. اعتقد ان هذا الكلام هيتلاشى مع اول جلسه في دخول البرلمان، وهتبتدي تظهر داخل البرلمان كتل صغيره او نقدر كتل صغيره، خلينا نقول كده، اللي هي كتل الحقيقيه الممثله للاحزاب. اذا كان هناك حزب هيستطيع بالفعل ان هو ياخد اكثريه وليست اغلبيه، فانا اعتقد ان قد يكون بعض الاحزاب اللي تتفق معاه في الراي قد تنضم اليه علشان هو شافوه ان هو اكثريه وبالتالي يستطيع فرض رايه او فرض كلمته داخل البرلمان. وده انا برضو شايفه بعد تغيير القانون. بعد تغيير القانون خلينا نتفق ان القوائم لا ما هو الثلاثه اول مهمه ليها تغيير القانون اللي بيحجب حق العضو ان هو يعلن عن انتماء السياسي الحقيقي، وتغيير قانون الانتخابات كمان وتغيير قانون الانتخابات. الدكتور عبد الجليل مصطفى، انا شايف ان التحالفات حتى بوضعها الراهن او وضعها على الاقل لا يوجد لها اطار ايديولوجي حاكم. نعم. يعني انا وفي ذهني احد هذه التحالفات فيه حزب بيدعو للاشتراكية من زمن طويل جدا، وفي حزب اخر بيدعو الى الليبرالية يعني على اخر موضة. فهذا الرابط الايديولوجي المحكم غير متوفر. نعم. وانا اتوقع انه في داخل البرلمان لابد ان يكون هناك نوع من المرونة في اكتشاف مشتركات بين النواب حتى لو كانوا بينتموا لتحالفات مختلفة، في ظل عدم وجود يعني خيط ايديولوجي محكم يمنع نمو مثل هذه المشتركات التي تهدف الى تحقيق اهداف او يعني غايات مشتركة. وانا يعني اتوقع انه اذا وفقت قوائم صحوة مصر باعتبار انها واضحة الارتباط بثورة يناير وثورة يونيو وخارطة المستقبل، انها تكون قوة جذب وتجييش لمن لديهم هذه التوجهات حتى يكون هذا توجها ملموسا مؤثرا في عمل برلمان القادم. لا وبرضه القائمة الوطنية عندك فرصة لدعاية انتخابية. لا مش دعاية ولا حاجة، انا بس عايز اقول ان ايضا القائمة الوطنية مؤمنة ايمانا كاملا ب 25 يناير و 30 يونيو، وفيها الكثير كما قلت منهم، ولا يمكن اطلاقا لاي حد يكون فيها وجوه من الماضي او من الحزب الوطني من الماضي. يعني يعني مش عايز اجزم برضو بان مين موجود، ولكن انا يعني الاسماء هتبقى قريبه، ولكن انا بقول لحضرتك يعني كان هناك حرص شديد على الاختيار بحيث ان ما يكونش في واحد عليه اي شبهه بامانه، والاسماء اللي هتعرض اعتقد انها هتحظى باحترام الغالبيه من الشعب وهيكون في اتفاق عليها لان اسماء كلها يعني جيده اعتقد. والشيء الاخر اللي عايز اقول لحضرتك عليه ان اي حد هيخش الانتخابات، اي حد، اي كتله، اي حزب، اي قائمه،
وتغفل عن نفسها 25 يونيو 30 يونيو مش هينجح. عشان نبقى واضحين. فالكل هيحترم هذا. المجتمع المصري تغير يعني. اللي هي فنم؟ المجتمع المصري تغير. اه طبعا طبعا طبعا. خداع الشعب المصري. الحمد لله احنا متفقين كده. في نضج سياسي. دي أول نقطة طبعًا. أساسية طبعًا. في اتفاق طبعًا. عام أن طبعًا. أن الباب تغير. طبعا. أنه لا يمكن تجاوز ثورة 25 يناير. يناير. ولا القفز فوق حقائق ثورة 30 يونيو وأنا بس أستحق نظام سياسي جديد دستوري وفق القواعد والقيم الدستورية والتحديات الماثرة. لو تقول بسرعة في جملة واحدة إيه هو التحدي الرئيسي الآن في هذه اللحظة ونحن نذهب إلى الانتخابات النيابية؟ إيه أهم حاجة تقلقك يا دكتور عمرو؟ أهم حاجة إصلاح مؤسسات الدولة. التحدي لأن إحنا حسمنا أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، ده في يعني ده نقطة تميز مصر وجزء من فخرها، لكن ما ينفعش تستمر بنفس النمط أو الطبعة الأخيرة اللي أديرت بها الدولة منذ عهد مبارك وحتى الآن. المخرج الكبير خالد يوسف، نفس السؤال. نعم. إيه هو أكتر حاجة في هذه اللحظة بيمثل تحدي للبلد؟ التحدي هو الشباب. الشباب فضل. إذا لم يكن الشباب حاضرا في المشهد اللي بيصنع اللي هو خاص بمستقبله، أنا رأيي ما فيش مستقبل. أي شباب؟ كلمني شباب. هل الشباب على إطلاقه؟ الشباب على إطلاقه. ولا الشباب بمعنى إن هو شباب يناير؟ لا، مش شباب، الشباب القوى الثورية، ده اختصار للشباب. الشباب بالمعنى الحقيقي للفئة العمرية، الشباب اللي هم أصحاب المصلحة الحقيقية في المستقبل كما قال جمال عبد الناصر. نعم. جمال عبد الناصر ليه تاني في القائمة الوطنية؟ لا أنا لا لا، لو كان السؤال نفسه موجه لي طبعا، فأنا بقول لحضرتك في رأيي الشخصي أن الاقتصاد المصري وعودة الاقتصاد المصري، مش عودته، أن قوة الاقتصاد المصري هو التحدي الأول وتعافيه لسبب واحد، أن قوة الاقتصاد المصري هتعود بالخير على الشعب، الشعب الفقير اللي محتاج خدمات، الشعب الفقير اللي محتاج مساكن. قوة الاقتصاد المصري هتسمح للدولة بخدمة الشعب، الخدمة المطلوبة اللي هو بيطالب بها الشعب، واللي هو الشعب ده من حقه أن يعيش فيها. هل المؤتمر الاقتصادي في قد يتأجل إلى حين استكمال البرلمان أم أنه سوف يجري في موعده؟ سيتم في موعده بالتأكيد إن شاء الله أثناء الانتخابات النيابية. في موعده اللي هو 13 و14 مارس القادم، ويعني إذا جاز أن أنا أقول هذا الكلام، أنا عامل مؤتمر تمهيدي يوم الثلاثاء الجاي، جاي فيه 50 شركة بريطانية عشان نمهد المؤتمر الاقتصادي القادم في موعده إن شاء الله. في جمل مختصرة يا دكتور عبد الجليل بالصفة، إيه التحدي الرئيسي في هذه اللحظة؟ التحدي الرئيسي هو موجه للشعب المصري وعشرات الملايين التي نزلت إلى الشارع في يناير ويونيو، ودول منهم عشرات ملايين أيضا من الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة. بقول لدول استكمال الثورة رهن بحسن اختيار النواب القادمين إلى البرلمان، لأنه وبالذهاب إلى صناديق الاقتراع، الذهاب إلى صناديق الاقتراع وحسن الاختيار بدقة وأمانة، لأن البرلمان القادم ما حصلش قبله برلمان زيه ولا هيحصل بعده برلمان زيه، لأنه هو اللي هيتحمل عبء نقل المبادئ العظيمة اللي جت في دستورنا 2014 إلى الواقع العام الذي ينظم حياة المصري. الدكتور عبد الجليل بالصفة مؤسس ورأس قائمة صحوة مصر، بشكرك شكرا جزيلا على يعني حضورك معنا سيادة اللي هو سامح السيف اليزل القيادي البارز في القائمة الوطنية التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجزوري. شكرا لوقتك يا فندم. لا قيادي ولا بارز تاني. نعم. وقيادي بارز آخر. كمال الجزوري يقول لك أنا مش بطل خاطر. قيادي بارز آخر في صحوة مصر، والحقيقة واحد من اللي بيتابعه وبيختاروا رغم مش هينزل الانتخابات بيختاروا قوائم صحة مصر. الدكتور نازل انتخابات ازاي؟ نازل انتخابات لا لا نازل مش نازل على القايمة لا مش نازل في فارغ. شكرا شكرا في دائرة استاذنا كلنا الاستاذ خالد محي الدين اخر من تبقى من قيادة مجلس قيادة الثورة، ربنا يديله الصحة ويطول لنا في عمره. الدكتور عمرو الشبكي أمين
تحالف الوفد المصري. بشكرك على حضورك قوتك وبشكركم جميعا، وأرجو أن نكون في هذه الليلة في أول لقاء أو حوار مشترك بين قيادات التحالفات الانتخابية، القوائم الانتخابية الرئيسية، يعني في نقاط مشتركة كثيرة. لكن الانتخابات هي التنافس، الانتخابات هي الاختلاف، وهذا لن يتأتى إلا بعد أن نطلع على البرامج، حيث تكون التساؤلات لها أساس ولها قاعدة، نستطيع أن نواصل النقاش الموضوعي حتى يمكن للرأي العام أن يختار بملء إرادته. وأهم حاجة في البدء وفي النهاية، وأنا واثق أن ذلك سوف يحدث، أن تكون الانتخابات نزيهة، لأن شرط نزاهتها هو المصداقية والتقدم للأمام بثقة. ومصر تغيرت ولن تعود أبدا إلى الوراء. تصبح على خير.